تحت جنح الظلام وبعد وضع عبوات متفجرة من قبل وحدة هندسية خاصة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي انتشر مئات من جنوده في أحياء مختلفة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، كان القرار بنسف بيت عائلة الأسير حسام القواسمة. وفي حي مجاور كانت جرافات الاحتلال الإسرائيلي تواصل للمرة الثانية خلال شهر هدم منزل المطلوب عامر أبو عيشة، بينما أغرقت غرف وساحات بيت المطلوب الثاني لها مروان القواسمة بعشرات الكتل الخرسانية. واقع لم يفت في عضد أصحاب البيوت المستهدفة. مهما سووا، مهما ظلموا، مهما هدموا، المال بتعوض إن شاء الله. هذه الدار من بنى بدالها بدال الطابقين يصيروا أربعة بإذن الله تعالى. هذا الركام هو اللي بده يقويني. أبو عامر إن شاء الله بنزل وبعمر البيت من تاني وجديد، هو وأحفاده، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا أنا بعتبره زبالة الدنيا. عملية عسكرية إسرائيلية واجهتها حجارة شبان فلسطينيين غاضبين من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني دون أي رادع. ومع سطوع شمس الصباح تكشفت آثار ما خلفته آلة الدمار الإسرائيلية، بيوت تتهم إسرائيل أفرادا من أصحابها بالتخطيط والمشاركة في خطف وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل قبل أكثر من شهرين، في حادثة ما زال الغموض يكتنف تفاصيلها برأي كثيرين. شتتوا له بدون ولا سبب ولا إثبات ولا في قرار محكمة ولا شيء، فجروا دورنا وكسروا أولادنا، وابنه انكسر فكه، واحد كسر جبينه وعينه. استئناف إسرائيل سياسة هدم ونسف منازل الفلسطينيين واستمرار حملاتها العسكرية في الضفة الغربية ربما يمثلان مقدمة لاشتعال الشارع الفلسطيني غضبا في ظل موقف مجتمع دولي لا يبدو مباليا بمعاناة الفلسطينيين. سمير أبو شمالي، الجزيرة، الخليل، فلسطين.